تبغى تلفل بسرعة، هذا هو المقطع المناسب لك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح أعلمكم كيف تكسبون XP كثير جدا وتلفلون بشكل سريع. راح أعطيكم مكانين بسيطين تقدرون تلفلون فيه. طبعا راح تاخذ تقريبا من بين 250 الى 200 اكس بي في الدقيقة الواحدة. في المهمة الجانبية تقعد تكرف، بعدها يعطيك مثلا 200 اكس بي او مثلا 300 اكس بي، لكن انت في دقيقة واحدة راح تجيب اللي هو 200 اكس بي، فحركة جدا رهيبة واستغلوها بقدر الامكان. فيلا نخش في المقطع. طبعا الاماكن راح تكون في مدينة الساندينيس. اول مكان راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بالقرب من اللي هو البوتشر والجنرال ستور، فراح تتوجه لهذا المكان. بعدها راح تجيب لك اللي هو شرطة او تجيب لك وانتد ليفل او نجوم زي ما يسميها البعض، فراح مثلا تقتل مثلا مواطنين ولا تقتل احصنة، المهم انتظر لين ما تجيك الشرطة. لما تجيك الشرطة راح تجي لمكاننا هذا وراح تطلع من السلم وراح تزبن او تاخذ لك وضعية مناسبة او مكان مناسب بحيث انك تقدر تقتل الشرطة منه. عشان توضح لكم الطريقة بشكل اكثر، حنا طلعنا في مكان مناسب هنا، فالشرطة راح يطلعون على السلم وراح يعطونك وضعية مناسبة بانك تجلدهم هيتشوت، فراح يطلعون باستمرار باستمرار باستمرار، فانت تقدر تجلدهم. لما تقتل واحد راح يعطيك 5 اكس بي على الكل و5 هيتشوت. هذا المكان الاول، فتقدر تجلد فيه للشرطة جلد وتلفل تلفيل كبير. انا متأكد انه في بعض الاشخاص يعني خشوا مدينة الساندينيس حصل لهم مجموعة كبيرة من الجثث، استغرب ايش الهرجة. هذه هي الهرجة بكل بساطة يا خوي، انهم يقدرون يكسبون اكس بي من هذه الطريقة. ايضا في شيء رهيب صراحة، انك تقدر تستخدم الاسهم على الشرطة، ولما تستخدم الاسهم راح يزيدك اكثر اكس بي، راح يزيد لك 5 على الكل و5 على الهيتشوت و10 على الايز وايد. وايضا اضافة الى ذلك راح يزيدك اللي هو هيلث، او راح يطور لك الهيلث، او راح يطور لك اللي هو الطاقة حقك. يعني مو فقط راح يزيدك اكس بي الاسهم، راح يزيدك اكس بي وراح يطور لك ايضا اللي هو الهيلث. فلما توصل لهذا المكان اولا استخدم اللي هو الاسهم، لانها راح تفيدك بشكل كبير جدا، وراح تلفل لك سواء في الليفل الرئيسي وراح تلفل لك ايضا في الطاقة، فاستغل الاسهم في هذا المكان. في نقطة حبيت انبه عليها، انكم تركزون على التحديات وانتو تسوون الطريقة حقنا هذه. من وين اجيب التحديات يا صالح؟ كل اللي عليك انك تسوي ستارت، بعد الستارت تروح عند اللي هو البروجرس، بعد البروجرس راح تروح عند اللي هو الريوردز، بعد الريوردز راح تروح عند اللي هو خيار الشاب شوتر. بكل بساطة في هذه القائمة راح تظهر لك مجموعة من التحديات اللي تقدر تسويها، تحديات جدا جدا بسيطة تقدر تسويها وانت تسوي الطريقة حقنا اللي هو تقتيل الشرطة. على سبيل المثال احد التحديات اقتل مجموعة من الأشخاص بالريفولفر. أول مرة راح تقتل 10، ثاني مرة 50، اللي بعده 100، اللي بعده 500، واللي بعده 1000. فأنت كل ما تقتل عدد معين راح يزيدك إكس بي تقريبا 500 إكس بي. فأنت لما تسوي التحدي المعين راح يعطيك 500 إكس بي. وعندك الأسلحة كثيرة جدا، مثلا أقتل 10 بالشوتجن وتتفاوت المراحل، يعني 5 10 20 30 100 وزي كذا، وكل ما وصلت عدد معين راح يعطونك اكس بي معين. فانت قبل ما تبدا الحركه حقنا شيك على اللي هو شاب شوتر وشوف ايش التحديات اللي تقدر تجيبها. طبعا الاسلحه كثيره جدا وتقدر تستخدمها كلها، يعني تقدر تستخدم الريبيتر البندقية، الشوتجن، الرايفل، الأسهم، البيستول، الريفولفر، وكلها راح يكون عليها هدايا. اقتل عدد معين من الأشخاص وحنا راح نعطيك إكس بي.
فشيكوا عليها بعدها، سووا الطريق عشان تستفيدون منها بقدر الإمكان. بالنسبة للمكان الثاني راح يكون هنا أيضا في مدينة الساندينيس، لكن صراحة أنا أنصحك بالمكان الثاني لأنه أفضل. بنفس الطريقة راح نتوجه للمكان، راح نجيب اللي هو wanted level أو شرطة، بعدها راح نروح لمكاننا وراح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، راح تطلع السلالم إلين ما توصل للسطح. الهرجة بكل بساطة إنه الشرطة راح يطلعوا لك من هذا السلم، حلوين؟ فأنت كل اللي عليك إنك تجلدهم بإعدام. عشان أوضح لك أكثر، أول ما يطلع لك العسكري قرب منه وأضغط اللي هو R2، راح يعطيك 5 على الكل و10 على الإكسكيوشن أو الإعدام و10 على الآيز وايد، يعني راح تطلع ب 25 XP كل 10 ثواني. راح يطلع لك الشرطي على طول، قرب منه وأضغط R2. عرفت كيف؟ يعني انت راح تبعد شوية كذا من السلم، اول ما يطلع العسكري راح تضغط اللي هو R2 وراح يسوي له execution او اعدام، وراح يزيدك XP عالي جدا، 5 على الكل، 10 على الاعدام و10 على الايز وايد. فحركة هذه جدا جدا رهيبة، يعني اول المكان الاول راح يعطيك 10، لكن هذا المكان راح يعطيك 25. فهذا المكان صراحة انا اشوفه افضل واسهل، كمان الشرطة ما يقدرون يدمجونكم الى اخره. وايضا بين فترة وفترة لو تراكمت الجثث حول السلم، شيل الجثث بعدها عشان تقدر تخلي الشرطيين الثانيين يطلعون. فمرة أخرى استفيدوا منها بقدر الإمكان، أول ما يطلع العسكري على طول راح تقرب منه وراح تضغط اللي هو R2 وراح يقتله. وأيضا زي ما تشوفون هنا كسبنا اللي هو ريورد، لأنه قتلنا مثلا عدد معين من الأشخاص بالريبيتر أو بالريفولفر وزادنا XP. فأيضا خذ بالك من اللي هو الجوائز انك تحسبها او تحسب حسابها. لا تنسى تنوع في الاسلحة، مثلا استخدم مرة شوتجن، مرة ريبيتر، مرة ريفولفر، مرة بيستول، يعني اعطيها تنويعات عشان ما تطفش. واذا كنت رجال يعني ذكي وهكر صراحة، جيب خويك معك، انت تقتل وخويك يلوت تحت. بالله ما فكرة جهنمية، والله جهنمية. ترى الشرطة معاهم لوت مرة كويس وتقدر تستغله وتقدر تاخذه. فإذا كان معك خويك ترى برضو تقدر تسوي هذه الحركة، إنه أنت تقتل وخويك تحت لوت، ترى جثث كثير راح تكون تحت سواء في المكان الأول أو المكان الثاني. فهذه هي طريقتين، هي أفضل طريقتين في التلفيل إذا كنت تبغى تلفل، فاستغلوها بقدر الإمكان يا أصحابي. بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن. يلا سلام عليكم.